أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة معدنا مع حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، وهذه الحلقة تخص تضخم البروستاتا الحميد البناين بروستاتيك هايبربليزيا، وهي ضمن ثلاث حلقات خاصة بالبروستاتا كنا عملنا واحدة في الحلقة السابقة. نبتدي بتضخم البروستاتا الحميد. على فكرة هو أحد توابع العمر، لأنه بيحدث في الأغلب بعد سن 50، وعموما لا يدري الرجال عن وجود غدة البروستاتا عندهم إلا لو حصل مشكلة، لو في بعض الأعراض، فمثلا يقلقوا من احتمال أن يبقى عنده سرطان في البروستاتا، أو فجأة نبص لقى حصل له احتباس في البول، عدم مقدرة على التبول، أو كان عنده شوية أعراض في التبول وابتدت الأعراض دي تتزايد وتسوء، أو قلنا له أن أنت محتاج لجراحة، أو تأثرت الحالة الجنسية. وزي ما قلنا تشريحيا، غدة البروستاتا هي غدة صغيرة بها عضلات وحجمها قد ثمرة أبو فروة، ولو تخيلنا دي المثانة البولية فهي موجودة تحت المثانة البولية وفي بداية بتلتف حوالين بداية قناة مجرى البول. ده تشريحيا، إنما وظيفيا هي بتساهم في 20% من السائل المنوي اللي بتقوم فيه الحيوانات المنوية. وظيفة هذا السائل إنه يحمي الحيوانات المنوية من حامضية مهبل المرأة، لأن هذا السائل قاعدي. وقلنا إن مشاكل بروستاتا ثلاث، أشهرهم اللي هي التضخم البروستاتا الحميد، لكن خدنا في الحلقة الماضية اللي هي سرطان البروستاتا، وبإذن الله الحلقة القادمة هناخد التهاب البروستاتا. فدي المشاكل التلاتة. طيب ما هو التضخم بقى الحميد اللي هو موضوعنا في غدة البروستاتا، اللي هو البناين بروستاتيك هايبربليزيا أو هايبرفي؟ هو زيادة في حجم أنسجة البروستاتا، في عضلات البروستاتا وغدة البروستاتا، وده بيحدث مع تقدم العمر، ولا يحدث نادر الحدوث قبل سن 40. ولكن هقولها لكم بطريقة يعني سهلة الواحد يفتكرها. عند سن 50 50% من الرجالة بيبقى عندهم تضخم في البروستاتا، وعند سن 80 80% بيبقى عندهم تضخم في البروستاتا. يبقى عند سن 50 50 وفي سن 80 80. لكن الحاجة اللطيفة ان نصهم ما عندهمش اعراض، فدي حاجة مهمة. طب السبب؟ السبب في ذلك غير معلوم، ربما بسبب تركيز الهرمون الذكري اللي هو التستوستيرون في منطقة البروستاتا. طب ده بسبب ايه؟ بسبب قصور في تصريف الدم الوريدي من هذه المنطقة، فتجمع الهرمون الذكري التستوستيرون سبب انها تزيد، وربما بسبب عامل بيئية من ضمنها عامل غذائية. وفي نقطة مهمة، لا تمثل هذه الحالة اللي هي التضخم الحميد، اسمها حميد، لا تمثل سرطان، وعلى فكرة ولا تؤدي بذاتها إلى سرطان البروستاتا. وإن كان علاج هذه الحالة برضو لن يمنع حدوث، إذا كان قدر الإنسان يحصل له سرطان في البروستاتا أن يعالج الحالة دي، ما بتمنعش سرطان البروستاتا. وعلى فكرة ممكن تحدث التضخم الحميد ومعاه سرطان في البروستاتا في ذات الغدة. نبتدي بالأعراض. قلنا أن نصف حالات تضخم البروستاتا لا تعاني من أي أعراض، والنصف الآخر بيعانوا من أعراض معظمها متعلق بالتبول. ليه؟ لأن قلنا أن قناة مجرى البول بتمشي في نص البروستاتا، فممكن البروستاتا ما تتضخم تضغط عليها. وفي نقطة مهمة، أن حجم البروستاتا ما تناسبش دائما أبدا طرديا مع الأعراض، يعني في وقت تضخم بسيط والأعراض جامدة، وتضخم جامد والأعراض بسيطة. لكن طبعا في نفس الشخص كل ما البروستاتا تضخمت كل ما الأعراض هتزيد. أنا عشان نفتكرها بحب أقسمها لأعراض في بداية التبول، وأعراض في أثناء التبول، وأعراض في نهاية التبول. فنبتدي بالأعراض اللي بتحصل في بداية التبول. إن الشخص بيلاحظ إن عنده تأخر في مقدرة بدء التبول، أو لما يحس بالتبول مش قادر يأجل التبول ويبتدي يحصل سلس بولي. وحاجة مهمة جدا، زيادة معدلات التبول لدرجة انه بيضطر يستيقظ بالليل عشان خاطر يتبول. طب في اثناء التبول ضعف تدفق طيار البول وتقطعه، يعني شوية يحصل شوية يقف في التبول الواحد، يحصل شوية وشوية يقف، وبعدين يضطر يحزق
أو ألم في أثناء التبول، وساعات يبقى فيه دم في أثناء التبول. طب في نهاية التبول عدد كبير من الرجالة يحس أنه هو حاسس أن المثانة لسه فيها بول، ما قدرش يفرغها إفراغ كامل، ولكن هناك عدد والحمد لله قليل بيعانوا من أعراض خطيرة. زي إيه؟ زي احتباس مفاجئ في البول، أو تأثر الكلى بالانسداد اللي تحت ده، بيحصل ضغط على الكلى مش عارفة تعمل وظيفها كويس لدرجة ممكن تؤدي إلى فشل كلوي في الآخر. وطبعا في أعراض خطيرة في البول، زي يحصل عدوى متكررة والتهاب في المثانة البولية، لكن ده الحمد لله قليل. طب إزاي نعرف هل إحنا بنعاني من تضخم حميد في البروستاتا؟ سؤال مهم تمام الناس بتسألوني، ولا سرطان في البروستاتا؟ في ثلاث طرق. أهم طريقة هي أسهل طريقة، هي بفحص البروستاتا من خلال الشرج. الطبيب يدخل صباعه ويحس البروستاتا من خلال الشرج، لأن البروستاتا موجودة قدام الشرج، فلو حس كتلة ورمية أو حس تصلب في البروستاتا يبقى ده يخلينا نشك ولا نقطع ولا يؤكد إن ده سرطان البروستاتا، بس نشك إن في كتلة ورمية أو في تصلب. تاني حاجة بقياس دلائل أورام البروستاتا في الدم، اللي هي البروستاتيك سبيسيفيك أنتي، اللي اختصارها PSA. لو لقيناها عالية برضو يتخلينا نشك، ولكن مرة أخرى لا نقطع ولا نؤكد بوجود سرطان بروستاتا. لكن لو لقينا الحاجتين دول، طب عاوزين نعرف بقى، شكينا، عاوزين نقطع الشك باليقين. يبقى الطريقة الثالثة والأخيرة إن إحنا نعمل إيه؟ ناخد عينات من غدة البروستاتا، وده بناخده من خلال الشرج، يعني بندخل إبرة النيدل بايوبسي من خلال الشرج، وعشان ناخدها من حتة المظبوطة بيبقى ده بمساعدة موجات صوتية، اللي هي أشعة موجات صوتية اللي هي السونار، من خلال بندخل البروب بتاعها اللي هو المحقق بتاعها من خلال الشرج، ونبقى شايفين واحنا بناخد العينات من البروستاتا. يعني كل حاجة بتدخل من الشرج، وإن كان بناخد العينات من البروستاتا في قدام. ودي عملية بتسبب على فكرة عدم ارتياح بسيط، ولا تحتاج على الإطلاق إلى تخدير، اللي هو الترانس ريكتال الترا سونار او الترا سونيك. هو مش بقى في حاجه مهمه قوي احب اقولها، ان في معظم الرجاله اللي عندهم تضخم حميد في البروستاتا، يعني بعد ما نعمل فحص الشرجي وبعد ما نعمل دلائل اورام، نلاقي ان احنا مش محتاجين نعمل لهم، ناخد منهم عينات اللي هي بروستاتيك بايوبسي. الحمد لله معظمهم مش هنحتاج ناخد العينات دي. طيب هل لو اتضح بقى ان الشخص ده خلاص الحمد لله ما عندوش سرطان في البروستاتا، وده عنده تضخم حميد في البروستاتا، هل يحتاج لفحوصات اخرى؟ طبعا بنفحص البول. ليه؟ عشان نتحقق ان مفيش التهاب في البول او مفيش دم في البول. وبعدين بناخد عين الدم. ليه؟ نعمل له وظائف كلية، لكون الكلية تأثرت. نمرة ثلاثة، بنعمل له أشعة فوق صوتية اللي هو السونار على البط، عشان وممكن نعمل له حتى أشعة بالصبغة عشان نشوف حالة الكلية وحالة المثانة البولية، المجاري البولية كلها نتفرج عليها نشوف إيه القصة. ممكن نعمل منظار للمثانة، وده بيبقى تحت مخدر موضعي، وإحنا داخلين بالمنظار بنفحص قناة مجرى البول، بنفحص المثانة البولية، بنفحص البروستاتا. طيب نمرة خمسة، بنعمل دراسات لتدفق البول وديناميكية تدفقه. بعدين نمرة ستة وآخر حاجة، بنحاول نقيس حجم البول المتبقي. ما احنا قلنا الرجالة بيحسوا مشكلون مش قادر يفضي المثانة تماما من البول، فبنشوف حجم البول المتبقي بالمثانة البولية بعد التبول. طب دي بنعمله ازاي؟ بأشعة الموجات الفوق صوتية او بإدخال أسطرة بولية. يبقى أشعة موجات فوق صوتية او بالأسطرة البولية. نيجي بقى العلاج، وهل الناس مهتمة بيه او العلاج بيعتمد على عدة عوامل: شدة الأعراض، معدل زيادة الأعراض، عمر المريض، حالته الصحية، حجم البروستاتا، نسبة دلائل أورام البروستاتا، هل في مضاعفات. وساعات العلاج يعتمد على توفر العلاجات، لأن زي ما هنقول بعض العلاجات مش متوفرة في كل البلدان، فحسب أنهي علاج هو المتاح عندنا. إنما عموما عندنا يعني ثلاث اتجاهات. في حالة تأثر الكلى أو وجود احتباس بولي مفاجئ، يبقى ما قصدناش غير العلاج الجراحي. كلية متأثرة أو حصل احتباس مفاجئ في البول، مش قادر يتبول واضطر يروح بمستشفى، ما عندناش غير العلاج الجراحي. طب في حالة وجود أعراض شديدة في التبول بس ما فيش احتباس وكلية لم تتأثر، وإن ده قليل بيحصل،
يبقى ممكن نستخدم نمرة 2 علاج دوائي. طب نمرة 3 والأخيرة، إن عيال عنده شوية أعراض لكن ما هي شديدة وفي نفس الوقت ما حصلوش احتباس ولا الكلية متأثرة، يبقى ممكن ما نعالجوش خالص، نراقب بس الحالة، يسموها watchful waiting. مش ليه؟ لأن أقول لك حاجة، معلومة جميلة قوي، ممكن الأعراض ما تتزايدش، ده مش كده وبس، ده ممكن الأعراض تقل، يعني مش شرط الأعراض تسوء. يبقى عندي ثلاث اتجاهات، حاجة خطيرة تأثر الكلى أو احتباس بولي يبقى جراحة، أعراض شديدة علاج دوائي، أعراض مش شديدة يبقى مراقبة. طيب نبتدي بالعلاج الدوائي. في عندي نوعين من الأدوية لتحسين التبول، في أدوية بتساعد على بسط عضلات البروستاتا وعضلات عنق المثانة فتحسن البول. ليه؟ مين دي؟ مخثرات الألفا، مستقبلات الألفا، مخثرات مستقبلات الألفا، يعني باللغة الإنجليزية الألفا ريسبتورز بلوكرز، بنستخدمها في هذه الحالة. طيب هنا بقى التحسن بيبتدي بعد أيام وأسابيع، يعني مش من أول ما تاخد الدواء، لا بعد أيام أو أسابيع، ويستمر باستمرار تعاطي الدواء. دي نقطة مهمة جدا. طب إيه المضاعفات؟ إن الأدوية دي بتوطي الضغط شوية، فالعام ممكن يحس بالتعب والدوخة. طب ولما بتريلاكس عنق المثانة ممكن السائل المنوي يحصل له ارتجاع أثناء القصف المثانة، وده بيحدث في 10% من الحالات. طب إيه أمثلة الأدوية دي؟ ترازوسين، دوكسازوسين، ألفوزوفين، أو تماسولوسين. دي الأدوية إذا اللي يحب يعني يبقى عارفها. تاني نوع من الأدوية بقى بنستخدمه، أدوية مش بتبسط عنق الرحم وعنق المثانة آسف أو عضلات البروستاتا فتساعد على التبول، لا، في أدوية عندنا بتصغر حجم البروستاتا، مش هي كبرت، في تضخم حميد نصغره. إزاي؟ عشان تكبر البروستاتا لقينا إنها محتاجة هرمون اسمه الداي هيدرو تستوستيرون، جاي من الهرمون الذكري اللي هو التستوستيرون بواسطة إنزيم خلاص اسمه 5-alpha reductase. فاحنا توصلنا في حاجة بريك ثرو، حاجة عظيمة في الطب، لأدوية بتبوظ الإنزيم ده، بتوقف عمل الإنزيم ده اللي هو 5-alpha reductase. عندنا أدوية 5-alpha reductase inhibitor توقف الإنزيم ده فتمنع إن المثانة تكبر. ده مش كده وبس، وبتصغرها وبتعمل حاجات جميلة قوي، بتقلل من احتمال حدوث احتباس مفاجئ في البول، وتقلل من احتمال إن احنا نحتاج جراحة مستقبلا. وفي حاجة رائعة، إن دول دوائين، واحد فيهم اللي هو الفيناسترايد ده، مش كده وبس، ده بيقلل احتمال الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 25%، دواء من الدوائين اللي بيصغروا البروستاتا. بس هنا بقى التحسن مش زي في الأدوية الأولانية اللي هي مخصرات المستقبلات الألفة بيبتدي بعد أيام أو أسابيع، هنا بيبتدي التحسن بعد شهور، ويستمر برضو باستمرار تعاطي الدواء، ولازم ناخده لمدة طويلة في الحياة. وهذا العلاج بيوقف التضخم في غدد البروستاتا زي ما قلنا، واحتمالات الجراحة واحتمال الاحتباس المفاجئ والحاجات دي كلها. دي الحاجات، وقلنا فيهم دوائين اللي هما الفيناسترايد والديوتاسترايدز. الأولاني الفيناسترايدز بيقلل زي ما قلنا احتمال حدوث سرطان في البروستاتا بنسبة 25%. طب لو استخدمنا العقارين في آن واحد اللي هو بيبسط عضلات البروستاتا والمثانة البولية والدواء اللي بيصغر البروستاتا، طبعا النتيجة هتبقى أحسن، بس الأعراض الجانبية برضو هتبقى أكتر. طب إيه الأعراض الجانبية بتاعت الدواء اللي هو بيصغر حجم البروستاتا؟ نقص في حجم القصف، يعني كمية القصف المن السائل المنوي بتقل، ونقص في الرغبة الجنسية، وربما ضعف في الانتصاب في 10% من الحالات. طيب تقل بقى إلى العلاج الجراحي. قبل ما ننتقله، حتى في ناس بتسألني، في ناس بتستخدم أعشاب لعلاج هذا، يعني علاج دوائي عبارة عن أعشاب. دي بتستخدم بكثرة في علاج التضخم الحميد في البروستاتا، ولكن لها لا تعتبر علاجات مؤثرة، ميزتها الوحيدة أن الأعراض الجانبية بتاعتها قليلة جدا. تقل العلاج الجراحي. في العلاج الجراحي هنلاقي عندنا أربع عمليات، خلاص؟
يوجد أربع عمليات. العملية الأساسية والتقليدية، أشهر العمليات وعلى الجراحة التقليدية، إن إحنا نزيل الجزء الداخلي من غدة البروستاتا من خلال مجرى قناة البول. يعني ندخل من قناة مجرى البول بالقضيب بتاع الرجل ونقور البروستاتا. دي أشهر عملية اللي هي اسمها ترانس يوريثرال ريسكشن أوف بروستاتا. تحتاج لتخدير طبعا. ساعات بعض الجراحين بياخدوا غدة البروستاتا باستخدام الليزر، يعني مش تقوير باستخدام الليزر. وفي حالات نادرة لو غدة البروستاتا كبيرة قوي لا ما نقدرش نعملها من خلال قناة مجرى البول نشيل البروستاتا ونقورها، بنضطر نشيلها بأن نفتح أسفل البطن. طب ايه المضاعفات؟ المضاعفات بسيطة، ومعظم الرجالة بيحسوا بتحسن ملحوظ في عملية التبول، نسبة قليلة قوي هما لما بيحصلش عندهم تحسن يعني معتبر، وبيضطروا ان احنا نستخدم له بعد الجراحة علاج دوائي بعد الجراحة. لكن ايه اهم بقى مضاعفة؟ نفتح ودانا كويس، ان معظم الرجالة اللي بيعملوا العملية دي بيلاحظوا ان مفيش قصف نهائي، مفيش سائل منه بيطلع. بس خدوا بالك في نقطة مهمة جدا، ده لا يمنع ان هو بيحس بالانتشاء والاشباع من العملية الجنسية والرغبة، كل حاجة متحققة، بس ما فيش قصف، ما يقدرش يخلف. دي ده العيب بتاعه. طبعا احنا بنقول فوق سن الخمسين غالبا الناس دي خلفت اوريدي. دي اهم يعني حاجة سخيفة في هذه الحكاية. القليلون بيصابوا بالعنة، يعني عدم الانصاب، وربما لأسباب سيكولوجية، ويمكن أن يحدث سلس بولي مؤقت في 10-15% من المرضى، يعني في عدد قليل من المرضى بيحصل لهم سلس بولي مؤقت، ونادرا ما يكون دائم. 10-15% من المرضى بيحتاجوا أن احنا نعيد هذه الجراحة تاني في غضون 10 سنوات. يبقى دي المضاعفات بتاعتنا. دي العملية التقليدية اللي هي من خلال مجرى البول نقور ونشيل البروستاتا وتحتاج لتخدير. أسخف حاجة فيها بتحسن جدا، وربما لو ما تحسنش أو نحتاج علاج دوائي، إنها مفيش قصف، مفيش خلفة، بس في إشباع جنسي كويس قوي قوي، وممكن تؤدي إلى شوية سلس بولي مؤقت، ممكن تؤدي لحاجة سيكولوجية للعنة. دي العملية التقليدية. نيجي العملية التانية بقى، إن إحنا مش نشيل غدة البروستاتا من خلال قناة مجرى البول، نقطع فيها بس، قطع ليس إزالة لغدة البروستاتا من خلال قناة مجرى البول، خلاص، اللي هي سموها Transurethral incision of the prostate. طب دي نعملها امتى بقى؟ لما تبقى حالة التضخم بسيطة لغدة البروستاتا، وطبعا ده اجراء بسيط هيحسن تبول ولا يؤدي الى مضاعفات تذكر. دي العملية التانية. العملية التالتة ان احنا بنعالج بالتسخين بالمايكروويف، برضو من خلال قناة مجرى البول، Transurethral microwave thermotherapy، خلال قناة مجرى البول بالمايكروويفز دي بنسخن ونموت الأنسجة البروستاتا، فالموضوع يوسع ويبقى سهل. بس عيب ايه الحكاية دي بقى؟ ان هذه العملية برضو يعني لا تحتاج الى تخدير، دي حاجة لطيفة ومضاعفاتها قليلة. طب حلوة خالص، بس نسبة الارتجاع فيها واحتياجنا ان احنا نعيد العملية كبيرة. رابع واخر عملية، وعلى فكرة العملية دي بتاعت المايكروويف مش متاحة في كل المراكز، عشان كده قلت العلاجات مش متاحة في كل حتة، والعملية الرابعة برضو مش متاحة في كل المراكز، اللي هي استئصال البروستاتا من خلال قناة مجرى البول بواسطة إبرة خاصة يسموها أبليشن نيدل، من خلال يدخلوها في 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 منظار المثانة خاص، خلاص، يعني عملية عاوزة تقنية معينة. وبعدين بنعمل بقى الإبرة دي في بيطلع موجات راديوية، يعني راديو ويفز، راديوية يعني راديو ويفز بنسميها، ويعني ممكن نترجمها لاسلكية مش مهم. المهم الموجات دي راديو ويفز دي بتسخن وتحطم البروستاتا، ودي بيسموها ترانس يوريثرال نيدل أبليشن. دي بقى عملية ممكن تتعمل بتخدير أو بدون تخدير، وفي العادة الخارجية، ومضاعفاتها قليلة، بس مضاعفاتها قليلة لكن نتائجها أقل من العملية التقليدية، وإن كانت أفضل من العلاج الدوائي. وفي الختام أشكركم على حسن متابعتكم وعلى دعمكم للأطفال المرضى من مستشفى أبو الريش، وأسأل الله للجميع
دوام الصحة وطول العمر. وإلى أن ألقاكم مجددا بإذن الله في حلقة جديدة من سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، أستودعكم في رعاية الله. شكراً.